كجمال، الآن إلى أوكرانيا، حيث تجدد القصف الجوي الروسي على العاصمة كييف ومناطق مختلفة في البلاد بعد هجمات جوية ليلية على المدينة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز بحسب الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية. وقالت إدارة كييف إن قوات الدفاع أسقطت أكثر من 40 هدفا. ينضم إلينا من كييف مراسلنا محمد زاوي. محمد، أهلا بك. إذا تصعيد جديد للحرب من الجانب الروسي في ليلة لم تهدأ فيها سماء كييف، ضعنا في التفاصيل. نعم، الليلة الثانية سونيا التي لم تهدأ فيها أجواء العاصمة الأوكرانية كييف نتيجة هجوم واسع النطاق شنته القوات الروسية، لكن دعيني أبدأ ربما من الهجوم الذي كان ظهر اليوم من قبل القوات الروسية، وقالت فيه قيادة القوات الجوية الأوكرانية بأن دفاعاتها تمكنت من إسقاط 11 صاروخا روسيا من نوع كروز وكذلك صواريخ باليستية من نوع إسكندر. هذه الصواريخ أتت أو تم من خلالها استهداف منشآت عسكرية ومنشآت للبنية التحتية المدنية. يقول الجانب الأوكراني بأن جميع هذه الصواريخ تم إسقاطها. الهجوم أتى بعد 6 ساعات فقط من هجوم ليلي كاسح استخدمت فيها القوات الروسية صواريخ كروز وكذلك الطائرات المسيرة. تقريبا منذ الساعة منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحا استمرت حالة التأهب الجوي وكذلك دوت صفارات الإنذار على نطاق واسع في مختلف أحياء المدينة. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وفي تحديث للمعلومات والبيانات العسكرية على ما حدث الليلة الماضية قالت بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 36 صاروخا من نوع كروز طراز خا 555 وكذلك خا 101. أطلقت هذه الصواريخ كما يقول الجانب الأوكراني من طائرات استراتيجية من بحر قزوين. بالإضافة إلى ذلك شنت القوات الروسية غارات باستخدام الطائرات الإيرانية المسيرة طراز شاهد 136 وشاهد 131 على العاصمة الأوكرانية كييف. تقول قيادة القوات الجوية أيضا بأن دفاعاتها تمكنت من إسقاط الشمالية وكذلك الجنوب في محاولة كما يقول الجانب الأوكراني لإرباك الدفاعات الأوكرانية. ردا على هذه الهجمات قال مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ميخايلو بودانوف بأن الرد الأوكراني سيكون سريعا وأن الأهداف أو الهجوم الروسي لم يحقق أهدافه. نتابع معكم لتصريح مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. كل أولئك الذين ما زالوا يؤمنون أو يعتقدون أو ربما يحلمون في الاتحاد الروسي بأنهم يستطيعون تخويف أوكرانيا، أريد أن أزعجكم قليلا، ليس هذا هو الحال. الجميع ما زالوا في أماكن عملهم. إلى كل أولئك الذين حاولوا ترهيبنا ويحلمون بأن ذلك سيحدث بعض التأثير، سوف تندمون عليه قريبا جدا، لن يتأخر ردنا، قريبا سيرى الجميع كل شيء. شكرا لك محمد زاوي، كنت معنا من كييف. في المقابل مشاهدينا، قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا إن مناطق حدودية عديدة تتعرض للقصف من قبل القوات الأوكرانية في وقت واحد، وأضاف أن ضم خاركييف إلى روسيا هو المخرج الوحيد لمنع اختراق المقاطعة. انضم إلينا من موسكو مراسلنا سعد خلف. سعد، أهلا بك. إذن بلغورود أيضا لا تهدأ، ما هي آخر المستجدات في هذه المنطقة الحدودية مع أوكرانيا، وماذا جاء أيضا في تصريحات لافروف؟ مساء الخير سونيا. بالفعل بلغورود لا تهدأ أبدا، يعني آخر المستجدات فيما يتعلق بالقصف الأوكراني الذي طال هذه المقاطعة الحدودية المتاخمة لأوكرانيا، أعلن منذ قليل حاكم هذه المقاطعة وفاة شخص من الأشخاص الذين أصيبوا في القصف الأوكراني الذي وقع الليلة الماضية، بالإضافة بالطبع لإصابة 4 أشخاص في منشأتين صناعيتين تعرضت للقصف من الجانب الأوكراني. وذكر الحاكم في تصريحاته المستجدة أن هذه المقاطعة في مناطق مختلفة منها تعرضت إلى 300 قصف من الجانب الأوكراني، أي 300 قذيفة أوكرانية وقعت على مناطق متفرقة من هذه المقاطعة الليلة الماضية. وقال ودعا في إطار هذه التصريحات بأنه هناك حل واحد فقط لوقف هذا القصف الأوكراني على هذه
الأحياء والمناطق المتاخمة للحدود الأوكرانية، وكذلك لمنع تسلل المجموعات التخريبية حسب ما تصفه موسكو إلى داخل هذه المقاطعة وإثارة الذعر لدى المواطنين، أن الحل الوحيد لذلك هو بأن تقوم روسيا بضم مقاطعة خاركيف المتاخمة تماما لمقاطعة بلغرود الروسية، وبذلك الشكل وبهذا الشكل تستطيع روسيا تحييد هذا الخطر الأوكراني الذي يأتيها من جانب القوات الأوكرانية ومن جانب المجموعات التي تتسلل إليها. فيما يتعلق بتصريحات الوزير الروسي الوزير سيرجي لافروف التي أطلقها في كينيا اليوم، هي جاءت ردا على إعلان الجانب الغربي عن نيته تزويد أوكرانيا بمستجد جديد أي بنوع جديد من الأسلحة في إطار الدعم العسكري الغربي المستمر للجانب الأوكراني، وهي الطائرات F-16. الوزير الروسي قال بأن روسيا لديها كل الإمكانيات والوسائل لتحييد هذا الخطر الجديد. يبدو أن هناك تصعيدا مقابلا للتصعيد الغربي في الملف الأوكراني بتزويد أوكرانيا بالطائرات من طراز F-16. شكرا جزيلا لك سعد خلف، كنت معنا.